السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حسنة. كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم فطائر المقلاة القطنية أو البانكيك. كيف ما عودتكم طريقة بسيطة ومقادير حتى هما بسيط، غنحتاجو فقط بيضتان وكيجيو إسفنجيين ولدادين. نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. غادي نحتاجو بيضتان بحرارة الغرفة، نحتاجو الفاني، ممكن تستعملو كذلك هذه ديال الساشي اللي فيها 7.5 غرام. انا كنفضل هاد السائله، استعملت ملعقه صغيره. غادي نستعملو 3 ديال المعالق كبار ممتلئين ديال السكر، ونخلطو تخليطه غير خفيفه باش يذوب لنا السكر مع البيض. غادي نضيف زيت نباتيه 3 ديال المعالق كبار ممتلئين كذلك، ودائما نخلطو باش ينسجموا لنا المكونات. بالنسبه للحليب غادي نضيف كاس ونصف. غادي نضيف الدقيق في المره الاولى، غادي نضيف 4 ديال المعالق كبار ممتلئين، ونخلطو ونعاودو نضيفو الكميه الثانيه. انا احتاجيت 8 ديال المعالق كبار ممتلئين، ولكن حسب النوعية ديال الدقيق اللي عندكم. غادي نضيف خميرة الحلويات، هاد الساشي عندي فيها 8 غرام، وغادي ناخد 6 غرام من الساشي الثانية، اذا المجموع ديال خميرة الحلويات هو 14 غرام. غادي نخلطو حتى يولي عندنا الخليط فحال الكيك. المقلاة ديالي دابا راها سخونه، غادي نخوي فيها الخليط ديال البانكيك، وغير يبانوا لنا فقاعات على هذا الشكل هذا نقلبوهم باش يتحمروا من الجهه الاخرى. من الاحسن انكم تكونوا واقفين عليهم باش هكا ما يتحرقوش، لانهم في ساعه كيتحمروا. بالنسبه اللي عندها المقلاة شي شويه كتلصق، من الاحسن انها تدهنها، ما كياخذوش منا بزاف ديال الوقت، تقريبا واحد دقيقه وكيطيبوا. غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل الخليط ديالي كامل. هذا هو الشكل النهائي ديال البانكيك ديالنا اللي شاركت معكم اليوم، كيجيو لذادين وقطنيين ومنفوخين. كنتمنى انهم يعجبوكم وجربوهم، لانها وصفه ناجحه 100%. اذا عجبتكم شاركوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم. كنشكركم على المتابعه، والى الوصفه القادمه ان شاء الله.